بتقتنيها من كل سفرية؟ يعني أنا شايفة في أنتيكات الفضة، كان غاوي الحاجات دي، كان بيشاركك تشتروا الحاجة سوا، ولا هو كان غاوي الحاجات دي هواية عنده؟ في حاجات اشتريناها سوا وفي حاجات هو اشتراها لوحده. لكن هو زي ما قلت لك يعني، حتى أنا قبل ما أجي هنا هوت كان حاطط الحاجات فوق بعضيها فوق بعض، انت ما تلاقيش مكان تقعدي فيه. قلت له بابي طب احنا مش هنعرف نعيش كده، فابتدينا نوضب وبتاع وكده. وهو ساعتها اتوتر شويه، ان هو ممكن عنده كراكيب كتير قوي، بس هو يقول لك في الكومه الفنيه، في الحته الفنيه، في مش عارفه ايه، هتلاقي كذا. ربنا يحفظ البيت، جميل وريحه حلوه، اتحنوا ليه وكركبوه. انا بحب الكركبه. هو حافظ الاكوان بتاعته والورق بتاعه. مثلا السفره كلها ورق وكلها كتب وكلها حاجات لغايه فوق، طب احنا عايزين نستخدمها كسفره. فماي حبيبتي اخذت كل الحاجات بتاعته وابتدت تظبطها. في مثلا نص الحاجات هو عايز يرميها. فهو شافها بس فيها حاجات بيبقى وفيها حاجات عايز يشيلها، بس هو ده على ده. يعني هي شخصيه نور، شخصية كشكولية. يعني عارفة الكشكول اللي بتحطي فيه كل حاجة، هي دي شخصيته. بس شخصية مفتوحة، كشكول مفتوح ولا غامض؟ ما اكتشفتيش فيها حاجات ليه لغاية دلوقتي؟ نور من جواه ما يكلمش كتير. ويمكن أنا دلوقتي بقولك لما كبرت، لما بعدت شوية أو كده، أقولك ده من اليوت، إنه ما تعودش إني أقول اللي جواه. بحس ان هو بيهتم اكتر باستمرارية الصداقة عن ان هو يبقى عنده اصدقاء كتير. انا عن نفسي انا بحس ان اللي عنده اصدقاء كتير ده ما عندوش اصدقاء خالص. لكن لما الواحد بيطلع في حياته باربعة خمسة، دي نعمة. الاصدقاء المظبوطين اللي هيبقوا في ظهرك، هيردوا غيبتك، هيبقوا وقت الشده هتلاقيهم. صداقه دي كلمه كبيره قوي اصلا. هو زي ما قلت لك انه يعني كل اللي عايزه، اعتقد انه في الفتره اللي احنا الاولانيه دي شكل كتير فيا كشخصية. وبعدين ممكن أنا شخصيتي ما تبقاش زي شخصيته، وده أكيد. لكن في فترة أنت كنت بتتكلمي زيه، كنت شبهه، ماشي، بس أنا شخصيتي مش شخصيته. بس هو حابب يعيش مع واحدة بشخصيتي. حابب واحدة بشخصيتي، يعني هو مش عايز واحدة زيه. يعني فاهماني؟ لأن طبعا لو اتنين زي بعض كده، أنا مش على مخدة واحدة، لا ايه، وكوبب. كان ممكن نور الشريف يتجوز على فوسي؟ لا لا، الإشاعات اللي انتشرت يوم العزاء، وطبعا ده طبعا كان كلام مش حقيقي، احنا كلنا موجودين، والعزاء كان بتزعل الهوا، ما كانش فيه حاجة. تقبلتيها ازاي ان يتقال في زوجة وداخلة وكلمتك وده؟ يعني شفتيه ازاي؟ اقول لك على حاجة، الحاجات دي زي ما قلت لك، دي ضريبة ان الواحد بيشتغل في حته فيها ميديا وكده. كمان الفتره اللي فاتت دي للاسف الشديد زادت قوي. يعني على سبيل المثال، مثلا ان اشاعه وفاه بابي قبليها كذا مره تطلع، يعني اولا اللي بيطلعها ده حقيقي ما عندهوش اي نوع من الانسانيه. واحد عايش ازاي تطلع عليه ان هو توفى؟ ولما تجيله الكلمة دي هيبقى ايه؟ ده اللي هو تعبان ممكن يروح فيها. فالإنسانيات عندنا، والإنسانيات دي مش حاجة رفاهية، الإنسانيات دي هي التعامل البشري بين الناس البسطاء. يعني المفروض يكون إذا ما فيش بيننا رحمة، ودي فعلا ما فيهاش رحمة. فالإشاعات بقت فظيعة جدا. وبعدين يعني حتى يعني زي ما انت بتقولي كده، إن العزا كان على الهوا. فيعني ايه السخافه دي؟ وبعدين كمان يطلعوا ان انا رفعت قضيه وكلمت اشرف زكي. وهقول لك على حاجه، اللي ضحكني ان انا قريت ده، ان كمان رفعت قضيه. اللي عايزين يطفوا نور ربنا مش هنا في القفص، والخفافيش اللي سيادتك بتقول